أهلا وسهلا بكم في المحتوى الثقافي للأسبوع الثاني من مادة مدخل إلى اللغة الصينية. سنتحدث اليوم عن النظام الطبي والعلاج في الصين. تعتبر الصين من أكثر الدول كثافة بعدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.3 مليار نسمة، وتصل مساحتها إلى 9,600,000 كيلومتر مربع. تتوفر منشآت الطب الغربي في كافة أنحاء البر الصيني، وتخضع بشكل مباشر لوزارة الصحة الصينية، والبعض منها يخضع للجيش الصيني. المستشفيات الحكومية الصينية تعتبر مؤسسات تدار ذاتيا من الناحية المالية كجزء من برنامج اللامركزية المالية الذي تأسس في منتصف ثمانينات القرن الماضي، حيث تقوم بصرف الأجور والعلاوات والحوافز للموظفين من إيرادات المستشفى الذاتية. لا يختلف العلاج في مستشفيات الطب الغربي الصينية عما هو موجود في بقية دول العالم، كما أننا لم نسمع يوما بأن أحد المسؤولين الصينيين قد سافر إلى الخارج لتلقي العلاج. بالنسبة للمواطنين العرب، تعتبر تكلفة العلاج في الصين مرتفعة نوعا ما. تكاليف إجراء العمليات والإقامة في المستشفيات والخدمة الصحية منخفضة مقارنة بالدول الغربية، لكن أسعار الأدوية والأدوات والمعدات المستخدمة تعتبر مرتفعة، وخاصة المستوردة منها، نظرا لارتفاع الضرائب المفروضة. لكن هذا لا يشكل ضررا كبيرا على المواطن الصيني، لأن الغالبية منهم لديه تأمين صحي. الرعاية الصحية في الصين تعتمد بشكل مفرط على المستشفيات الكبيرة المثقلة بأعباء فوق طاقتها، والتي تكافح من أجل مجاراة زيادة عدد المرضى المرتبط بزيادة أعمار السكان على نحو سريع. وحتى بالنسبة للأمراض البسيطة، فغالبا ما يتجنب المرضى الصينيون أطباء العائلة والممارسين العموميين في مناطقهم من أجل الذهاب إلى المستشفيات الكبيرة في المدن الرئيسية، وهو توجه يؤدي غالبا إلى طوابير طويلة ومنافسة شرسة من أجل العلاج. التأمين الصحي في الصين. يتكون نظام التأمين الصحي الصيني بشكل رئيسي من 1. نظام التأمين الصحي الأساسي للعاملين في المناطق الحضرية. 2. النظم الطبية التعاونية الريفية الجديدة الخاصة بالأرياف، والتي تحدثت عام 2003 ميلادي، كما تتواجد بعض الشركات الخاصة. تصنيف المستشفيات الصينية. يتم تصنيف المستشفيات الصينية على أساس الأطباء والأسرة والكادر الصحي والمعدات الصحية والبحث العلمي وعدد الأقسام الطبية. تصنف المستشفيات في الصين إلى 3 رتب. مستشفيات الرتبة الأولى، وهي مؤسسات صحية تكون على شكل مستوصفات ومراكز صحية على مستوى الحارات والمناطق السكنية. مستشفيات الرتبة الثانية، وهي مؤسسات صحية على مستوى المناطق الإدارية. مستشفيات الرتبة الثالثة، وهي مؤسسات صحية على مستوى الأقاليم والمقاطعات والمدن. مستشفيات الرتبة الثانية والثالثة تصنف أيضا إلى 3 درجات، درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة. وتعتبر مستشفيات الرتبة الثالثة الدرجة الأولى من أفضل المستشفيات على مستوى الصين. الطب الصيني. يعتبر الطب الصيني أحد أنواع الطب البديل، وينتشر في كافة أنحاء العالم. يتضمن العلاج بالطب الصيني العلاج بالأعشاب والإبر الصينية والتدليك. مشاكل المرضى العرب في الصين. يعاني المرضى العرب عند وصولهم إلى الصين من مشكلات عدة، ومن ضمنها مشكلة اللغة والتواصل مع الأطباء الصينيين، حيث أن اللغة الصينية هي اللغة الرسمية للتعاملات الطبية في المستشفيات. المشكلة الثانية هي مشكلة عدم توفر الأكل الحلال، حيث أن هذه المستشفيات تقوم بتقديم الأكل لكن هذا الأكل ليس حلال. المشكلة الثالثة، التعرض للنصب والتغرير من قبل مستشفيات ذات مستوى وتصنيف طبي منخفض. خلال الفترة الماضية، تعرض الكثير من مرضى الفشل الكلوي للنصب والاحتيال من قبل مستشفى يقع في مقاطعة خوبي. هذا المستشفى يدعي أنه يقوم بعلاج مرض الفشل الكلوي من خلال الطب الصيني، وقد تم أخذ مبالغ كبيرة من المرضى. وكما هو معلوم، فإن مرض الفشل الكلوي المزمن لا حل له حاليا سوى زراعة الكلى أو الغسيل. أيضا لا يوجد علاج سحري لمرضى السرطان، كما يتم الترويج لمستشفى يدعى مستشفى فودان.
الطرق المستخدمة للعلاج في هذا المستشفى هي نفس الطرق المستخدمة في بقية المستشفيات الصينية، والتي تشمل العلاج بالطرق التقليدية المتمثلة بالأدوية الكيميائية والإشعاع والتجميد والتردد الحراري أو الاستئصال الجراحي. وبإمكان الأطباء العرب تعلم مثل هذه التقنيات واستخدامها، وهي تقنيات سهلة وليست معقدة. زراعة الأعضاء في الصين. خلال العقد الماضي اشتهرت زراعة الأعضاء في الصين، والتي تشمل زراعة الكبد والكلى وغيرهما، وكان مصدر هذه الأعضاء السجناء المحكوم عليهم بالإعدام ومن دون موافقتهم، بعد أن تعرضت هذه الطريقة لانتقادات شعبية واسعة وانتقادات من منظمات حقوق الإنسان. أصدرت الصين لوائح تحظر التداول التجاري للأعضاء البشرية، وحرصت على موافقة السجناء وأقاربهم للتبرع بهذه الأعضاء، وتم إنشاء نظام إلكتروني لمن يرغبون بالتبرع بأعضائهم. ومن بداية يناير 2015 ميلادي أصبح التبرع بالأعضاء الطواعية هو المصدر الشرعي الوحيد لزراعة الأعضاء،